ذهب أحمد إلى السوق واشترى تفاحا ثم ركب الأتوبيس ثم رجع إلى شقته وضيع المفتاح ثم دخل إلى بيت جيرانهم ودخل إلى بيته وارتاح. هذه سورة التفاح هذه. رتله كترتيل القرآن ثم قال مازحا للجمهور هذه سورة التفاحة، فما حكم هذا وهل يعد هذا استهزاء بالقرآن؟ نعم، إذا كان يأتي بكلام من عنده ويشبهه بكلام الله ويرتله مثل ما يرتل كلام الله ويسميه سورة فهذا على خطر عظيم، قد يرتد بهذا الكلام وإن كان مازحا. ودخل إلى بيته وارتاح. هذه سورة التفاح هذه. إذا كان يأتي بكلام من عنده ويشبهه بكلام الله ويرتله مثل ما يرتل كلام الله ويسميه سورة فهذا على خطر عظيم، قد يرتد بهذا الكلام وإن كان مازحا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فالذي يمزح بالقرآن يجيب كلام يقول هذا مثل القرآن يرتله ويوهم الناس ان القرآن، هذا يرتد بهذا العمل. نعم.